تبقى عليك. الوضع الحاصل مش عادي، اعتقد انه محتاج لإيديك. بالنسبة للحل الأمثل انك تيجي حالا تتدخل. انا عارف اني هكون احسن لما اقعد واحكي يا رب معاك. مش ممكن ابدا تنساني او تتجاهل حاجة تعباني. في مشاعر ممكن تتدارى ومشاعر بتبينها دموع، ودموع النازلة بغزارة عشان حاسس ان انا موجوع. بالنسبة للحل الامثل انك تيجي حاسس. I'm not afraid.